شي نجيب محطات برايك؟ هاي يمك اللي سؤال. انا سؤال انا مو مختص. محطات كهرباء كم نوع؟ نووي. اي خب هذه انت بعد تعرف. اي النووي يعني لو هذا يراد له حنه مفاعل تموس طق يراد لا يراد انها سالفه منها العقب باكر. اي والغازي والحراري محطات حراريه اللي هي بيز دول، وهذا جزء من سوء اداره الوزارات السابقه. ممتاز. بما فيها الكهرباء. ممتاز. تدري ايش؟ لازم اسوي محطات بيز دول تكون عندي احتياط من يوقف الغاز هقدر اشغل على النفط الخام. انا اقول لك اياها ما عندي شيء اضمه ولا اجلس. هاي الوزراء السابقين للكهرباء جايك بالكلام مسؤولين ذلك. جايك بالكلام. بقى الجزء الاخر شنو هو؟ انت والله راح تتاه من بالي. ايه المحطات لو غازيه لو حراريه. قلت لك ليش غازيه؟ لو نوويه لو كهربائيه. عدل. مو انه ذني لو اكو شيء لو طاقه شمسيه. اكو غير ذني ولدن كهرباء وتبقى طاقه الرياح وهاي صح؟ زين. اذا اجي على الكهربائيه اللي وقودها مي. مي. مثل عندي سد الموصل، عندي سد حمرين، عندي سد سامر. زين. لانه محطات كهربائيه. شيء وقودها بس مي. فقط طين طلاقات مي اصعد الحمل المحطه. شنو رايك اذا اقول لك محطه السد الموصل طاقتها 750 ميجا واط، الان مشغلها 200. يا الهي. ليش؟ اي. ليش؟ ماكو طلاقات مائيه كافيه شغله. ازاي دولي اطلاقات المي كله ملف دولي، يعني الكهرباء بالعراق ملفه ملف لحظة دولي. لحظه دكتور ملف دولي. انت وعدتني تكون تفضل يعني تكون رجل وانا اعرفك انت ابو ذمه يمك احكي ذمتك. انت تناولتنا هواي بالتغريدات مالتك زين. احنا يمكن والله نستغلها الرجل انا ادري به حيادي من يعرف المشكله يساعد ويشخص المشكله ونحلها سوا. هسه اطلاقات مائيه انا وياك جناب الدكتور. لا من قلنا المحطات كهرومائيه جميل. الكهرومائيه لازم تصير وين؟ وين؟ على مساقط السدود. اي صح؟ هاي محددات الكهرومائيه. وضربت لك مثلا سد الموصل نازله من ال 750 وجاهزه لان تعمل بطاقتها. اي بطاقه نازله 200. اي سد حمرين. سد حمرين 30 ميجا واط من اصل 180. سد سامره 15 يونت اثنين يشتغلان والباقي واقفان. ما عندي مساقط مائيه. اي ما عندي اطلاقات مي. عم تقول لابوكم لابو شربكم الكهرباء. لا حجاب. اي تفضل. بقت عندي شنو؟ بقت عندي الغازيه. انت برايك الامارات يحتاجون محطات غازيه؟ عندي طاقه نوويه شغل المفاعل النووي الثالث ماله. جاي ينصب غازيه. المانيا تحتاج غازيه، امريكا تحتاج غازيه. خوب يقدر يسوي اشكال محطات، ليش ينصب الغازيه؟ انا جاي اقول لك اخوي الغازيه ما نصبتهن الا بالنفط. قال لي ايش؟ قال لي راح اكمل لك الغاز. خو انا مو معقول اطلع الغاز وانت ما ناصب محطات. انا استثمر حقول الغاز. اي لمن اطيب الغاز؟ غير عندك محطات تشغل. بس من من 2014 الان قلت له قلهم مفروض عن 7 سنوات يلا انا نصب محطات غاز. اي سادي حبيبي دكتور 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 هو غير اكو خطط وزارة النفط مذكرة وموقعين لا مو مذكرة محضر ومحضر برعاية رئيس الوزراء الدكتور اللي هو وزير النفط والدكتور نستجير بالله اللي هو وزير الكهرباء. نعم. الله يبعدنا ان شاء الله عني انا عن نفسي عن نفسي من انا وياك وقعنا بروتوكول واستاذ قصي قناة اعلامية يغطي مع الاعتزاز بقيمته الله يسلمك. سألتني شنو هذا اللي وقعته؟ طيب دكتور هذا حجم التزامات. انا انصب محطات وابو النفط يعطيني غاز. ابو النفط تقدر؟ قلت له بال 2014 غازي كله كامل كله كامل راح اعطيك غاز. الفيتو منين اجيك؟ والله سؤال خارج الهاي. اي كملت انا بالجزء اللي علي انا نصبت. انت جبت محطاتك وتقدر تنصب. لا مو جبت نصبت. نصبت زين ما اجاني الغاز. انا احتاج طاقه وناس تريد كهرباء وناس تتلوع من الكهرباء واقعه بيها. مديت ايدك ليران. اباوع عليهن. مديت ايدك ليران. ما رحت. اي العنور. اباوع عليهن. رحت للحكومه. يا بل الحقوا لي انا نصبت المحطات وعندي طلب متزايد شو اسوي؟ قالوا روح دور غاز. يعني شنو؟ قالوا تشوف المورد روح اشتري غاز. منين؟ بوقته ماكو عندنا عروض مسيره. اي ماكو غاز. زين. رحنا لابو قطر قال غاز مبيع لل 30. رحنا لابو الجزائر قال ما عندي غاز صعب انقل لكم. ايران قالوا عندنا. واحنا ليش ما غازنا؟ نسوي. انا هم اقول انا هم اقول ليش؟ انت يعني الحكومه راح ارجع لك بس يعني الحكومه اريد معلومه وارجع لك. استاذ حسن لحظه انا ناطق باسم الحكومه. استاذ حسن انا ناطق باسم الكهرباء راح ارجع لك.